طبعا زي ما كان كابتن طارق محروس معانا، مهم جدا ان احنا اكيد يكون معانا لقاء هام وخاص جدا مع باتريا ادريان المدير الفني لمنتخب رومانيا، وعودة مرة اخرى للزميلة سلا حامد. من جديد طبعا برحب بيكي زميلتي مريم وبكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت يا مريم، حاليا طبعا معانا لقاء هام مع المدير الفني لمنتخب الشباب، طبعا منتخب رومانيا، اكيد مستر باتريا اندريان. زي ما قلتي مستر باتريا، اوف كورس ذا هيد كوتش فور ذا يوث ناشونال تيم فور رومانيا، اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل، اند اولسو ليت مي ويلكم يو هير ان ايجيبت، اوف كورس سبيندينج ا كابل اوف دايز هير ان ايجيبت ان اوردر تو بارتيسيبيت ان استاداد The International Handball Cup. So welcome to Egypt and also welcome on Al-Ahli TV channel. Thank you very much. First of all, I want to thank you to Federation of Egypt because they invite us here. For us, it's a great pleasure and great honor to participate in this tournament. Yes. Also for the all media from Egypt because they are closer from this tournament. That guys they need all the teams or the players from the teams they need to have a closer with the media. يمكن طبعا زميلتي مريم سالته او رحبت بيه طبعا في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وبالتاكيد يعني وجوده هنا في مصر، هو طبعا سعيد جدا وجوده هنا في مصر، وكمان يمكن شكر الاتحاد المصري لكره اليد على الدعوه ليه ان هو طبعا يجي هنا ويشارك في بطوله السادات الدوليه لكره اليد. سعيد جدا وحاسس بفخر شديد طبعا بتواجده هنا في البطوله. كمان اتكلم على ان هي بطوله مهمه جدا طبعا بسبب احتكاك او بسبب يعني المشاركه في البطوله دي للاحتكاك ب بعض المنتخبات طبعا القويه في البطوله، يمكن ده اللي محتاجه طبعا جميع اللاعبين. واتكلم طبعا على اداء منتخبنا الوطني وقال يمكن هو الاقرب في هذه البطوله طبعا للفوز بالدوره دي او بالبطوله دي. Mr. Patria, of course, also let me ask you about the performance of all the players. We saw a great performance from all the players in the Romanian national team. But in the end of the match, we saw that who win the match is the Egyptian national team. But we saw also a great performance from all the players in the Romanian national team. Yes, of course. First of all, I want to congratulate the Egyptian team because I think, in my opinion, they don't give up. Till the end of the time, in the time of the game, we have plus two, three goals, but they keep into fighting. For that, we must congratulate them for that. For my players also because they beat 60 minutes, they wanted to win this game, and I think in the last. Five, six minutes of the game, they are lose a little bit the concentrate, and for that, we lose the game. طبعا يا مريم سالته بالتاكيد على اداء منتخبه طبعا منتخب رومانيا في المباراه، وكمان اتكلم على اداء يعني منتخبنا الوطني، ويمكن اشاد باداء جميع اللعيبه في المنتخب الوطني منتخب مصر، اشاد طبعا بادائهم واشاد كمان باصرارهم على الفوز في الدقائق الاخيره من المباراه. يمكن قال يمكن كان عندهم اصرار رهيب جدا على الفوز في اخر المباراه، واتكلم على اداء جميع لاعبي منتخب رومانيا، وقال يمكن في اخر 6 دقائق من المباراه طبعا يمكن شويه لعيبه رومانيا فقدوا يعني التركيز في اخر 6 دقائق من المباراه، يمكن هو ده سبب خسارتهم للمباراه. Mr. Patria, also let me ask you about the organization of the tournament. Of course, Estadad Handball International Cup, we saw a great organizing here. So tell me your opinion or your point of view about the organizing here and also about the tournament, all the tournament. Yes, it's a great tournament. We are here three great teams, Egypt and Hungary and us. And the organization of tournaments is very, very high. The capacity of the sport hall, it's a good. The condition on the hotel, the food, everything is good. For that, we accept to come here. Yes, for that, we must also congratulate the Federation of Egypt.
طبعا بالتأكيد برضو يا مريم سألته على التنظيم هنا ورأيه طبعا في بطولة السادات الدولية لكرة اليد، يمكن يتكلم وأشاد أيضا بالبطولة تنظيميا، وكمان يعني اتكلم على طبعا وجودهم في فندق الإقامة للمنتخب، اتكلم على جودة طبعا الفندق وجودة التنظيم والأكل وكل شيء طبعا متعلق بالبطولة، أشاد بجميع هذه الأمور، وكمان اتكلم بالتأكيد على التنظيم البطولة من داخل الصالة، يمكن طبعا عجبه التنظيم جدا، وشكر بالتأكيد كمان الكل قائمين على هذه البطولة وبالتأكيد الاتحاد المصري لكرة اليد. Mr. Patria, thank you so much for this interview and also again welcome to Egypt and يعني إن شاء الله good luck for the next match with Hungary. Thank you. Thank you very much and we can tell that again to thank you very much for participating on this tournament. Thank you. Welcome. طبعا كان لقائنا يا مريم مع مستر باتريا أندريان المدير الفني لمنتخب رومانيا، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذا اللقاء الهام جدا.